تذكرت قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. فقد يقول منا هنا أو حتى بالسامعين والإخوة الذين جزاهم الله خير خلف الكاميرات يعني واقفين ينقلون هذا اللقاء، أريد أن أكون في هذا النعيم، إذا لابد أن تكون من هؤلاء الأبرار، كيف أصل لهذه الدرجة؟ فنقول هناك أعمال يعملها المؤمن تسبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكنها ستكون له سببا في رحمة الله التي تدخله الجنة، عندما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. إن الأبرار لفي نعيم، فهؤلاء المؤمنين الصادقين الذين جعل الله عز وجل لهم الجنة منزل ومكان لا يبرحون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فهم في هذه الجنة في نعيم مستمر، بل نعيم فوق نعيم. وهؤلاء المؤمنون الصادقون ما دخلوا هذه الجنة إلا ما عندما عظموا الرب وقدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، فكان من الله عز وجل منة عليهم أن أحبهم فأعانهم على العمل فأدخلهم في الجنة. والله عز وجل إذا أحب المؤمن أكرمه أيما إكرام. ولذلك سلعة الله كما تفضلتم، وورد في الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فعندما نريد أن نكون من أهل الجنة كما تفضل الشيخ قاسم، ليس هي بستان صغير، لأن عقولنا لا تستطيع. ولذلك الدكتور محمد جزاه الله خير وصف وصف عظيم، ولكن مع هذا الوصف الذي وصفه الدكتور محمد الشنقيطي جزاه الله خير، لا يستطيع الواصفون في الحياة أن يصفوا هذه الجنة، وإنما هذا وصف تقريبي، ومع ذلك عشنا فيه وخضعنا وخشعنا. لماذا؟ لأننا يعني نسمع وصف، فكيف لو دخلناها؟ فعندما تريد أن تعيش في هذه الجنة لتحظى بهذا النعيم المقيم السرمدي الأبدي، والذي أعظم نعيم سيكون هو النظر إلى وجه الله بعد أن يحل الله عز وجل رضوانه على أهل الجنة، نقول عليك بأعمال لابد أن تقوم بهذه الأعمال فتسبب لك رحمة الله عز وجل ورضوانه فيدخلك الجنة.